ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، الزنا يقع من الشاب، لا أقول يعذر، ولكن عنده شهوة قد تدفع هذه الشهوة إلى الزنا. طيب، هذا جرب الحلال وشيخ كبير لا هم له بالزنا، ولكن لخباثة نفسه زنا وهو شيخ زان. ثم قال: ملك كذاب. إنسان قد يكذب لأنه يخاف أن يؤذى، يخاف أن يؤخذ منه ماله، يخاف كذا، يخاف. أنت ملك، الكل يخافك، تخاف ممن غير الله تبارك وتعالى؟ ما الذي لا دافع للكذب؟ لا يوجد دافع إلا خباثة هذه النفس. ثم عائل مستكبر، غني مستكبر، لا أقول معذور ولكن هناك سبب للكبر، لكن فقير مستكبر على ماذا؟ إلا لخباثة نفسه.